السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف نكمل ورقة العمل للصف الأول، الفصل الدراسي الأول. طبعا عندنا هذا هو يقوم الطالب بقص هذه الأوراق، قصها، أيضا يقوم بقص أيضا هذه الورقة، بعد ذلك يقوم بلصقها في ورقة أخرى، مثلا نقوم بلصقها في ورقة أخرى. في البداية نقوم بلزق هنا، نقوم بلزق الجذور. طبعا الطالب بعد أن يقصها يقوم بلزق الجذور، ثم يلزق الساق، بعد ذلك يقوم برسم الوردة أو عفوا بلصق الوردة، وأيضا يلصق الأوراق هكذا. بعد أن ينتهي من إلصاق هذه الوردة يكتب، مثلا هنا يكتب الساق أو يلزق الكلمات، طبعا عنده كلمة الساق، عنده كلمة الجذور، وأيضا عنده كلمة الورقة، وكذلك عنده كلمة الزهرة، عنده هذه الكلمات طبعا يقوم بإلزاقها والكتابة عليها. بعد ذلك ننتقل إلى هنا، قم بتلوين النبتة ووضع تسمية عليها. طبعا عندنا هنا بعد أن يقوم بتلوينها، طبعا يقوم الطالب بتلوينها، هذا باللون الأخضر، مثلا الساق باللون البني، والورود باللون الأحمر، وهكذا. بعد ذلك يقوم بالكتابة، مثلا هنا يكتب ورقة، وهنا يكتب زهرة، وأيضا يكتب هنا ثمرة، ويكتب ساق، وأيضا يكتب جذور، هكذا يكون الحل في هذه الصفحة. بعد ذلك ننتقل إلى هنا، طبعا بدون ما تموت، يموت النبات، مع الماء تصبح النبتة أو البذرة كبيرة هكذا، هنا مع الماء وهنا بدون ماء، بدون ماء تصبح هكذا، مع الماء تصبح نبتة كبيرة. هنا بدون الماء، طبعا بدون الماء تموت كما قلنا أنها تموت، أما هنا فسوف تصبح نبتة كبيرة. البذور طبعا بدون الماء، بدون الماء البذور لا تنمو، أما مع الماء البذور سوف يكون ساق وجذر، ساق وجذر. قم بمطابقة البذور مع النباتات. عندنا شجرة البرتقال، هذه النارجيل، وهنا حب الشمس، هكذا يكون التوصيل. قم بقص الصورة ثم وضعها بالترتيب، طبعا في الصورة الأولى يكون هكذا، ثم هكذا، بعد ذلك هنا ثلاثة، وثم أربعة، يكون هكذا هو ترتيب الملصقات. هذه هي الإجابات. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الأول لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة
وشكرا لكم على حسن الاستماع، وانتظرونا بإذن الله في الفيديوهات القادمة.